لا وقت للجلوس، فثمة موت يتربص بكل تفاصيل الحياة في عدن، وثمة من ينتهز الفرصة للإفصاح عن وجوده، وهو إفصاح برائحة الدم والبارود. تدفع مدينة بأكملها ثمنا يوميا في مواجهتها مع خصم غير مرئي، وإن كانت أعماله مرئية وموزعة بالتساوي بين أحياء تعج بمخلفات الحرب، لكن أكثر ما يبعد السلم عن المدينة وجود العديد من الأسواق التي يقف فيها باعة الأسلحة بجانب بضاعتهم غير مهتمين بالضحايا في الجوار. وتقول المصادر الأمنية في المدينة إن بسطاء يتم استخدامهم في الترويج والبيع للعتاد العسكري الكامل. ووفقا لذات المصادر، فهؤلاء ممن استطاع الأمن التعامل معهم، وسبق وأن حظيت محلات بيع الأسلحة بحماية ممن يمتلكون نفوذا محدودا فيما اعتبروه لفترة سابقة بمناطق تخصهم، وكانت قوات الأمن تواجه صعوبة في الوصول إليها والاقتراب من أوكار ما تزال تؤذي المدينة وتجبرها على الحياة في صراع أدوات إشعاله منتشرة في كل مكان.